ياسر عدلان الصاوي داخل على مرحلة جديدة في حياته، هيعتمد عليها في نفسه، يعني ما هياخد مصاريف، ما هنديك ولا جنيه، لأنك فروض بعد كده تعتمد على نفسك، بعدين ما تفتكر إنك أنت خلاص كبرت على قوانين العائلة. قوانين العائلة تسري على أي حد، على الجميع، حتى عدلان الصاوي. بعدين ما تفرح إنك أنت خلاص اتخرجت، لا، يا دوب أنت مسؤولياتك كبرت ولازم تبقى قدورة. عايزكم في اجتماع بعد العشاء كلكم عدا ياسر عدلان الصاوي. مبروك مرة تانية. الله يبارك فيك قوي. شمعنا أنا مع الناس. فارس. نعم. عايزك في خدمة. لو بالمغدور. دار لي 2000 جنيه. كم؟ بس. بالراحة يا أخ، مالك جاعد كده أنت بالراحة. وليه؟ تقدر تجيب لي الهوا؟ أنت ما سمعت أبوي قال شنو؟ قال ما تاخذ قروش وتعتمد على نفسك. بس يا فارس، أنا أصحابي عاملين الاحتفال ده بتاع التخرج، وعاملين زيطة وهيلمانة وحفلة، وأنت واحد من الناس معزوم. حفلة؟ وسهرة برا البيت؟ انت ما عارف انه احنا عندنا لد؟ انا قروش وما بدك ليها، ما بخالف قوانين عدلان الصاوي بالذات انا، عشان ما يقوم يرجعني تاني مراسله. بس يا فارس يا انا ما شانوب يا اخي. الو يا خالد، كيف؟ هاي معك ياسر ذاته، اخر تسليم للقروش الليله اليوم ده، يا ما حسجلوني في الاحتفال. خلاص يا زول، خلاص انا بتصرف. تمام، يلا امشي. وين انا امشي؟ وين؟ بس ابو النسب يا سيبو. لا 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 لا، أنا زول معين لي شهر وما دار أخرب وشي مع عمي عدلان، وثم تاني أنا حالف غصم. يعني شنو؟ يعني جل الفكرة وما تجيب لي وليك الهوى. ده كلامك صح؟ هاي حركتك شينا ولي أخوك ده بيتحول ولا شنو؟ سيس أسمعيني يا خمسة، مش تسوي لي جبنة بسرعة، أخوك ده صدع بي ذاته. حاضر. لا 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 هاي 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 باخدتها عليك. لكن أنا زود من يوم ولا شيء، الله يمرق من الأسرة دي. لا والله سامية، أنا ضد التقاليد بتاعت الاحتفالات دي. سامية، الشاب الخريج بدل ترتقي طموحاته، ارتقي بفكره، لا، همه كله إنه يفكر في إنه يحتفل. ويحتفل شنو؟ ضوضاء وزحمة وعربات ويكفر الطريق وبسخ. ما فكر في إنه كيف يقدر يفيد نفسه ويفيد أهله. إحنا لازم نلقى طريقة نغير بها الأسلوب ده. بس يا عدلان، ياسر وعد زملائه انه يشترك معاهم ونفسه يحتفل مع زملائه الزمان لسنوات. انت عارفه انا ما ضد الاحتفال، لكن انا ضد الاسلوب اللي بيتم بيه الاحتفال. ما قلت شنو الفاضل؟ انت عجنه تليفه، انت عجنه لتيخه، شنو انت عجنه بلم، انت عجنه بتفهم ايه؟ ها كفاءه عجنه لازم راسه قاعد قرعوس. 100 مره كلمتك قلت لك عجنه دي قروش الفحوصات، أدينك لها كيف يعني؟ بعدين انت مش عندك مصروف؟ هاي والله وقفوك بمنشور اداري. لكن اقول لك كلام، انا طبعا متعاون مع العائله، يعني ما مثبت،
فبحولك لرئيس اللجنة أخونا العوض. منو؟ أنت؟ لا أنا ما بقدر. عارف ليه؟ لأنه أنا ما بقدر أكسر أي رأي لعدلان، عارف؟ وبالذات اللي بيكون الرأي المادي. أنا مضطهد في البيت ده. قلت شنو؟ قلت أنا ماشي أشوف أمجد. شنو؟ أنا أبلم. أبلم وتليفة ولتيخة وأجلح. يا أبلم. أي طفى النور. ما قلت لك الجنة ده أظلم؟ لكن ورانا طفى النور منه.